السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في النشاه الرياضيه، ضرب النادي الاهلي موعدا مع المنامه في المباراه النهائيه على كاس السوبر البحريني لكره السله، وذلك بعد فوزه على الحاله ب 66 نقطه مقابل 50 في المباراه التي جمعت بين الفريقين على صاله اتحاد كره السله في ام الحصن. الاهلي سيبدا مواجهه المنامه يوم الاحد القادم في النهائي الاول، حيث يتوج الفريق الفائز بمباراتين من اصل ثلاث.